آية في سورة الكهف. طيب أنا أخي الشعراء ونأخذ العلم. بس هل إذا الجن دخل جسمي وأنا يعني الجن سيطر على جسمي وخلاني أقتل، هل هتحاسب بذنب؟ لا ما تحاسب، لأنك أنت الآن خارج عن سيطرتك. طب إيه اللي يثبت إن الجن في جسمي ولا مش في جسمي؟ إذا أنا قتلت واحد وقلت إن الجن اللي خلاني أقتل. لا هذا ما هو لعبة أخي. والله لا 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 تاخذ عند القاضي، القاضي هو يشوفك أنت إيش تقول أنا خارج جن. ما هو القاضي حتى إذا هو ملبوس يحكم عليه برضه. والقاضي لا قاضي ما بيقتله، يقول لك هذه بينك وبينك الله، تنقتلك وده بينك وبينك الله. بس خلاص. حتى إذا واحد ملبوس وقاتل، القاضي ما بيعترفش بال لا إن هو ملبوس فيه. ما فهمني الآن أنت هذا مثل الشخص يأتي يفعل الحرام يقول لك الجن، القاضي يقول له خلاص الجن الله يعلم بأنك لم تفعل هذا، احنا الظاهر نقتلوك وبينك وبين الله والباطن يعلمه الله. خلاص بارك الله فيك، شكرا، السلام عليكم. اخوة في باريس هم يسألوا المسجد تاع باريس رقم الموسكي طاري، والله ما اعرف انا ما اعرف شيء، هل داخل القبر تاع الانسان اللي بناه؟ لا يجوز، لا يجوز. You're not allowed to pray in the masjid as graves. بارك الله. نعم they're not allowed to do that. بس حرام. جامعة باريس فيه داخل. أش أتى من مصر؟ ما شاء الله. اسمع شيخ الإسلام، عندك شيخ الإسلام هناك. مشايخ ما شاء الله أحسن أخي. شعراوي يا أخي راح غفر الله. ها؟ شعراوي هو الذي أنكر على. عذاب القبر ينكر عذاب القبر يا. ينكر عذاب القبر الشعراوي. كل بني آدم له أخطاء وله صواب. لا ده كيف فرق بين أخطاء غير معتمدة وأخطاء مبنية على عقيدة؟ هو عندك أنت خطأ ولكن هو يعتقد بصحتها. فهمت هذا الفرق؟ نعم أنا اللي أخطأ. لا يخطأ عندما تكلم بالعربي لا يخطأ. ربما الحين أقرأ القرآن لا يخطأ. أنا بني آدم، نعم، هذه ما لا يختلف فيها رجلان بارك الله فيك، لكن فرق بين إنسان لو أخطأ، إنسان يعتقد ما شيء، فهمت؟ الإنسان يعتقد ما في عذاب القبر، والله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله يذكر هنا إيش؟ العذاب يقع على آل فرعون قبل القيامة، ويأتي قال يقول لك ما في عذاب القبر يا أخي. بارك الله فيك، حياة البرزخ، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم بارك الله فيكم، فالإنسان يسأل الله حسن الخاتمة. الله نعوذ بالله. الحمد لله، تعرف يوم الجمعة والسبت أربعة دخلوا الإسلام الحمد لله بتوفيق الله. تعرف احنا ندفعوا دعوة كل جمعة بعد حياة السبت خارج ستيشن تاع شيفت بوش سنترال لاين Friday every Friday. Some Saturdays we do, but there's some guys. But أحيانًا يتبع الناس. هو من هانسلو هو جهنا. قلت له يا أخي هذا حينا. إحنا الحمد لله فعلوا الدعوة. ها فعلت في هانسلو يا أخي. ما في شخص في هانسلو. ليش جاي هنا؟ والله جاي حدينا. ليش هذا يا أخي؟ قلت في هانسلو. خلنا نتوسعوا. ترى هانسلو أنا شباب بوش. هذا يروح لكلبن. نعم. جاي في بلاصة قال واحدة. الله المستعان. جمعة. والله العظيم كما قال احنا نبغى الضيق، نحب الضيق، هو وسع ربي وسعها ويبغي الضيق. الله العفو اخي. هاو ايمن؟ الحمد لله اخي. يو تولد مي لاست تايم، اي تولد يو لاست تايم تيك كير. وين يو هيت ذم وذ ذا اكس؟ وين يو هيت ذم وذ ذا اكس؟ اتس فاني، اي واز غانا لاف اخي. اتس ا تورنيدو اخي، اتس ا تورنيدو. يو هاف تو ميك شور يو هيت ذم وذ ذا اخي. تيك كير اوف يور سيلف، شي واز تاتش ذم اند سي تيك كير اوف يور سيلف اند تيرن اراوند. اي جون يا خلاص، صحيح صحيح. بيور امبارسمنت اخي، صحيح والله. هي ذي فيل سيلي اخي، صحيح صحيح. الحمد لله، الحمد لله اخي. ها صامي الحمد لله. يو لايك ذات وان؟ لوك افتر يور سيلف. يو نو وان براذر بوت مي ا كاب said look after yourself in it. Hey, look after yourself. Yeah, it's yeah. The best act. I'm not gonna lie. That's a KO right there. Yeah. It embarrasses them terribly. When I hear that, الحمد لله. عفوا. الشعراوي ماذا قال عن القبور؟ هو يسأل. الشعراوي ينكر عذاب القبر. ينكر. يقول ما في عذاب القبر. معروف. الشعراوي حتى عنده عقيدة أشعرية بأن الله إيش بوخو يا أخويا. أخي طيب وخو هذا قلت بوخو احنا. معلش سؤال، والله أنا مش بقادر، والله أنا بس عاوز أعرف بس منك. أنا كنت بغير روح لكن أنتم حكمتونا. احنا عرب، هنا العرب كذا عرب عرب كنا. عندنا في مصر إذا حتى تخش على اليوتيوب تلاقي مسلمين يروحوا عند الناس عند الكنايس يقول لك احنا ملبوسين، ويروح يقول لك احنا بقينا كويسين. هنا القسيس بيقرأ عليهم من الإنجيل بعد الآيات بتوعهم ويقول لك خلاص احنا شايفينها، والعكس برضه المسيحيين بيجوا عند الشيوخ يقولوا احنا علينا جن ويقولوا احنا خفينا. لا شوف اخي، بعض الناس نعم زاد في هذا الامر. ما هو انا عشان بعض الناس اصبح يتلاعب، حتى هذه الرقاة اصبحوا يديروا بزنس. هنا بيكون بزنسنا الرقية. ياتي يقول لك انت فيك جن على طول، انت فيك 20 جن من يهود، 50 من بني اسرائيل. نعم هو ايش يريد؟ يقول لك ايش؟ ارسل لي 200 بار في البنكه وندير لك رقية. كذاب هذا دجال. بس هذول اللي يروح هذه كذلك. لا حتى
الآن صحيح ربما يأتي الجن وهذا جن كافر ويدي يتلاعب. الآن بعد النصارى يقول لك نحن ديننا حق، لأن إذا قرأنا البايبل على المتلبس بالجن يخرج، لكن هذا الجن كافر يتلاعب بكم لكي يزدك في ضلالك، هذا ليس دليل. لأجل ذلك الدليل بأن الإسلام حق ليس لأن قرأنا قرآن على شخص وكان ملبوس، هذا نعم يزيد في الإيمان، لكن نحن الله ذكر أدلة العقلية الضرورية التي كما أقول بداهة معروفة عند الناس، بداهة، لأن الذي خلق عقلك وقلبك وسمعك وبصرك هو الذي أنزل الوحي فيلتقيان. يعني في شيء اليوم عندهم سيطرة على الجن؟ كيف سيطرة على الجن؟ يعني مثلا إذا لقى واحد ملبوس يقدر يطلع الجن منه ويأمر؟ نعم بإذن الله بإذن الله، لكن الجن يا أخي بعد الأحيان أنت تتعامل مع الغيب. أنا مرة فعلت الرقية الأخ وكان فيه جن، الجن قال لي سوف أخرج لكن أنا أدخل الإسلام، أنا أتعامل مع الغيب، ربما كذاب لكن قلت أقول الشهادة، قال الشهادة خرج. طيب لكن الآن هذا ليس دليل بأنه دخل الإسلام، لأن هذا غيب لا أدري ربما يكذب، هذا من الغيب. بس لأجل ذلك بعض العلماء يقول لك أتكلم معهم كثير، أقرأ القرآن وخلاص. يعني أنت اللي بتعمله كله أنك تقرأ على القرآن وهو يخرج؟ لكن أنا نعم، أنا اللي يعمل إيه نعم، يقرأ القرآن عليه ويخرج بعد أحيان، نعم أحيان يصبر، ربما حيكون هذا الجن عنده في سحر في أشياء ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، فأنا أذكر هذا. لكن بعض الأحيان أخي الناس يتلاعبون على طريقة الجن، هو جن نفسه، هو شيطان والله يقول لك فيه جن، هو شيطان يقول لك نعم يتلاعب. هذه كما مرة نحكي لكم قصة، هذا أخ من باب الواد في الجزائر، هذه الحي اسمه باب الواد، حي شعبي نعم. هذا الرجل كان يعشق في امرأة، يعشق فيها عشق جنون، تزوجت الامرأة، فهذا الرجل تجنن الآن فيصبح ذهب عند الإمام قل له ارقيني أنا فيها جن ارقيني، لأنه قال تصلي ما يصلي شيء، لا يصلي لا شيء، قال له أدب صلي يا أخي، قال له والله أنا فيها جن. الإمام قال له ها؟ إمام لا هو قال لي إيمان، قال لي اسمها إيمان. لا هو قش قال هب الإمام، هذا إمام جن المسكين، كل ما يأتي هذا الشخص قل له أنا فيها جن، قال يا أخي خلاص أقعد في الأرض. يقول في ذكر الشعر وقالوا الشعر شعرك لا تأخذ العلم إلا، فالراجل قالوا دي كذب انت تلعب تبك جنون، هذا الشعر هذا هو انسان عشاق، عشاق في امراه اصبح مجنون قال فيها الجن، بعض الناس يتلاعب. دخول الى المعابد الكنيسه هذا لا يجوز الا للضروره بدفع الفضول، هذه تشوف فيها الكفر الشرك اصنام تعبد من دون الله، اين غير التوحيد يا اخي؟ مثل بعض الناس الان ابتلى ذهب الى البلدان رحاله اسمه راح الى ان يصور الشرك بالله يا اخي، اين الغيره اخي؟ اين الغيره اخي؟ ويقول لك انا فعلت معهم هكا، انت يا انت مسلم ولا هندو ولا بوذي؟ المسلمين عندما رحلوا الى العالم رحلوا لنشر الاسلام ليس لكي ينشروا كفرهم للناس، اسال الله العفو والعافيه، غير التوحيد. لاجل ذلك احنا لابد فتح جديد على المسلمين. بعض الاخ قال لي في الجزائر قال لي اترك بريطانيا يا اخي تعال الجزائر، تفتح الجزائر مره اخرى. لا لا غير مسكين والله، لكن الشاهد نحن المسلمين سبحان الله اخي، ذهب لك الى برازيل يصور لك ايش؟ الكفر بالله والشرك. ذهب لك الى الهندو يقول لك هادو يفعلوا كذا وما ينكر عليهم ولا شيء. المنسدين يمون ينكر المنسدين. في كومنتات على الفيديو اللي عملته على بنزيما. بنزيما ايه. مشكور بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني نقدته نقد بناء ويعني قلت يعني شكون ما كلاشيتوش ولا قلت له. لا انت تريد نصيحه اخ. قال لك في الخير. هي في الكونتراكت تاعو. ياه. دخل يعني الكنيسه بصح قلبه هو مسلم ويعني ما راهم يامن لا لا هذا لا هذا ما هذا مثل انسان هذا اللي يقول لك يسب الله يقول لك انا ما قلبي لا اخي لا ليس لا اخي هذا ما على قلبك لا الانسان لا يفعل اشياء هذه لا حتى يقول انا افعلها لارضيهم تبيع دينك على شان دنياهم لا يجوز اخي الله يهدينا ويهدي يا اخي وهذه المشكله على حساب الدين بارك الله فيك حبيبي جزاك الله خير بارك الله فيك المشكله اخي الان الناس اصبحوا ايش هذه لابد الانسان يكون اكزامبل المثل الاعلى هو الرسول عليه الصلاه والسلام لا بنزيما لا شمسي لا يحزنون الرسول والصحابه الكرام هم الرجال هم المثل الاعلى الانبياء والرسل قبل ذلك وسيدهم المصطفى عليه الصلاه والسلام لان ايش عندما تتعلق بالرجال مشكله محمد هذا صالح الان اصبح خطيبتي محمد صلاح المصري الان اصبح يفعل هذه الاشياء العياذ بالله هل على الهندو ولا مش عارف ايش فنعم فرعون الاشياء هذه بارك الله فيه كان يشد اصبح يفعل هذه اصبح كريسمس
هادو ما هم المثل الاعلى، المثل الاعلى خلي فخر العرب. انا ليس فخري يا اخي، انا عربي فخري ليس هو، انا فخرنا فخر العرب وغير العرب الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر الصديق وعمر الخطاب. بس يزعلوا الشعر يزعل ويقول آل البيت، ليش ما ذكرت آل البيت؟ وآل البيت بارك الله فيك، الشيعة آل البيت، علي بن أبي طالب والحسن والحسين وجعفر الصادق قدوتنا. الله قدوتنا أخي. نعم بارك الله فيك، هم القدوة يا أخي، ليس تأتيني بلاعب أو شمسي، أنا لست قدوة لأحد أخي. أنا مسكين عندي همي في نفسي أنا والله. القدوة والرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة، عندما تقرأ سير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والعلماء الربانيين تظن بأنك منافق يا أخي. والله تحسب انت منافق، تقول انا نفق انا هذه تخاصين شيخ بن باز من عثيمين الالباني فوزان مقبل قبلهم الحسن البصري والصحابه الكرام. سبحان الله، عندما الصحابي الذي صلبوه قبل ان يصلبوه ايش قال له؟ قال ابو سفيان هل تتمنى انت ان يكون الرسول هنا وتكون انت في بيتك؟ قال لا، اتمنى انا هنا مصلوب وشوكه في الرسول صلى الله عليه وسلم، لك حب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. قال لا، لا اتمنى حتى انا هنا مصلوب وتصح حاجه سيئه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذو الرجال على بها ربي يرفعهم، ما راحوا لا جامعه اوكسفورد، ما راحوا لا جامعه كامبريدج، ما راحوا لا جامعه نورث كارولاينا، لكن فتحوا البلدان. حنا هبلونا يا اخي، جامعه كذا جامعه، بعد يجيك يرجع لك ليبرالي، ذهب يدرس الفيزياء يرجع لك ليبرالي. الاسلام وانت ايش يا حمار؟ ايش بعد ليبراليين في العرب؟ تعرف الليبرال العرب الاسلام؟ انت خلاص نحن المسلمين ما فعلنا شيء، انت ليبرالي دجال، ماذا فعلت؟ في اوروبا تبع الى الملاهي، ماذا فعلت؟ تاتي دفعوا المسلمين الدوله دفعت لتاتي تتعلم الفيزياء، رجعت ايش رجع؟ رجع صحفي مفكر ليبرالي. ليش قبل ما كنت تفكر انت؟ حتى ذهبت الى بريطانيا تروح تفكر؟ مفكر من قبل ايش كنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. الله اكبر. ويقول لك مفكر، انت ايش ما فكرت من قبل ولا ايش؟ والقرآن يقول لك تفكروا ويتكلم باسم الحريه والحريه، يقول لك حريه كذبه كذبه اخي، ملاحد العرب اخي دجاله مساكين كذبه. ياتي هنا، انا مره والله، وتعرف هذا فيه دكتور ما شاء الله اسمه ابو فداء حسام بن مسعود، له ردود جميله تفصيليه على طريقه السلف في الرد على الملاحده. ذكر ان الملاحده الكفر في الغرب ما عندهم استهزاء كثير على الاسلام. نعم يردوا على الاسلام، لكن الملاحد العرب يسبوا كثير. يسب، يا مره انا كنت هنا جاء ملحد عربي والله سبحان الذي خلق، لكن ينظر كانه ثعلب الوجه كانه سبحان الله الله خلقه. قال لي نحن جينا من القرة، قلت له لا انت جيت من الثعلب يا اخي، انت نظرية انا عندي دليل، انت ربي خلقك دليل. قلت له انت لو خلقت نفسك خلق. سبحان الله، فهذا الانسان يتكبر ويستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسب. انا تكلمت معاه باحترام لكن هو يسب الرسول. قلت له خلاص، قلت له انا عندي نظرية جديدة ونظريتي احسن من نظرية داروين، لان نظرية داروين عندها حلقة، انت اتيت من الثعلب وانت الحلقة المفقودة. والله سكت واحترمني، انا تحترم الحريه، الحريه الراي والراي الاخر جزيره. بارك الله فيكم، الحمد لله على نعمه الاسلام. والله الحمد لله، تعرف الانسان يحمد الله ان اتى الى بريطانيا وهو صغير، لكن ما تاثر بهذه الاشياء. يعرف بان العزه في الاسلام، واحنا العزه فينا الحمد لله في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما اندهش بعض الناس كما احنا عندنا مثل يقول لك من الحمارة طياره. هذا من الحمارة طياره، مثل هذه في العربية يقول لك من الحمارة كان على الحمارة طياره الشتوي. مسكين خلعوه اندهش بالدوار الدولار الله المستعان. لكن حنا عادوا عندما نقول الاشياء المثل، لان بعض الاحيان ياتي من الدوار ويكون عنده عزه الاسلام لا صحيح، وتاتي باسم المدينه ويبيع دينه. نعم احنا هذا مثل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. تفضل يا اخانا. احد اخي هنا الله يعطيه العافيه بس ملاحظه، ذكر احد المشايخ بطريقه يعني شوي يعني استهزائيه نصحته وقال انا في العلم اعلم منك. قلت الله يهديك يفتح عليك. وش رايك باللي يطعنوا بالمشايخ ويغلطون؟ قلت ما في، لا اخي لا يجوز اخي، الناس كلهم طعن في العلماء السنه علماء التوحيد. ذكر بن باز وطعن فيه. بن باز ذكر الذي يطعن فيه بن باز لا خير فيه. انا اقولها لك، الذي يطعن في الامام بن باز لا خير فيه. انا اقولها لك، الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من كبار ائمه الاسلام. تفضل.
وصلنا لله مع عرب وبعض وكل عرب صح ولا غلطان؟ هي مسلمين اصلا ليس عرب. الله يبارك لك كلنا مسلمين. انت يعجبك حل الخلايق اللي بيعملوه في الناس؟ ما يحبون المسلمين. دول الخلايق ايش يفعلون؟ يمكن اوسخ حاجه انت تشوفها. لا اخي لا انسان اذا ما يخو شوف انا رايي الجزائريين يفعلوا اشياء اوسخ اشياء رايت مصريين يفعلوا نفس الشيء رايت الجزائريين لا لا رايت رايت اخي اخي حبيبي 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 لا لا حبيبي لا لا حبيبي حبيبي لا انت عندك قوميه انت لان انا لا 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 اخي لا حبيبي دقيقه اسمع احنا مهما كان هو يريد الخارجي بس لكن لا انا اسمع لا مش باشا حبيبي لا فلسطيني عايش 30 سنه في السعوديه ماشي كلامك هذا غلط تماما وين من اللي كلامه غلط حبيبي تعال اخي حبيبي انا اشتغلت في حبيبي 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 انا اشتغلت في حبيبي 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 اسمعك ايش اسمك تعال اسمك انا اسمي امين امين اسمع اخي الكريم اسمع سنه الله في خلقه في كل بلد ماشي. في أسوأ الناس وأحسن الناس هذه لا كلا مصر ولا الجزائر لا لا دقيقة أخي خمس دقيقة أخي بارك الله لا مصر ولا الجزائر نحن في الجزائر ماشي. الجزائر يأتي كأن الجزائر ملائكة صحيح. نعم يأتي المغربي كأن المغرب لا صحيح. إنسان يكون عدل صحيح. فهمت أنا رأيت بأم عيني أنا عاش في الجاهلية أنا كنت أشهر من أبي جاهل والعياذ بالله نعم ورأيت الناس هنا في الجاهلية أنا والله نسأل الله لا الحمد لك عندي غير الإسلام حتى في الجاهلية كنت من غير الإسلام لكن الخليجيين أخي ليس كلهم سوا بعد الخليجيين يأتوا هنا رأيتهم بأم عيني يساعدون المساجد وأنا الذي يدهشني عندما الناس يريدون مساعدة المساجد في الغرب لا يذهبون إلى مصر والجزائر إلى الإمارات الخليج لأن معروفين يساعدون المساجد بارك الله فيك نعم فيه كذلك استاذ ابو لهب عم النبي يعني ما تمام عمك اخي انا ما اقطع لك حياك الله بارك الله فيك بارك الله فيك هو اللي عند المصريين ما يفعلوا هالاشياء الا الخليجيين وانا اقول اذا قلت المصريين يفعلوا قال لا المصريين لا لا اخي مصريين ورعاية المصر بار خليجي هو بار وين اسمه بار خليجي والله شوف شوف انسان لابد يكون عدل والله في اناس ما شاء الله في الخليج في أناس في المغرب العربي نعم. نحن مسلمين نعم, نعم. نعم. لكن إنسان رأيت أنا الناس كثير عندهم بغض للخليج وهذا البغض أخذوه من إيران الله أكبر نعم والله يعني صراحة الحمد نعم. لله نعم. والله صراحة نعم. الخليج أخي ما شاء الله دول الحمد لله فيها الإسلام والله تعرف حتى الحزبيين الإخوان حتى كل إذا أرادوا مساعدة في الغرب الآن حتى التكفيريين الذين يكفروا السعودية والخليج إذا أراد أن يشتري مسجد بمن يتصل؟ يتصل بالخليج نعم بعد يتهمني أنا عميل يا كذاب والله العظيم أم عيني تكفيرين قل لما نتصل بالخليج ولكن كفار يا أخي سبحان الله لأن معروفين الخليج ما شاء الله يساعدوا كم من مسجد بني هنا بالإمارات أو السعودية نعم احنا عندنا الجزائر بنوا مساجد لكن أخ إنسان يكون عدل أكثر المساجد في الغرب بنيت من الخليجيين هذه معروفة لا يتناطح فيها كمشان ولا يختلف فيها رجلان نعم هذا ليس معنى كل خليجي بعد خليجي كفار طبعا انا التقي بخليجي ملحد طبعاً. خبيث طبعاً. بارك الله انا لاجدك احب بريطاني وابغض جزائري كافر احب بريطاني مسلم لان الله. الحب والبغض في الله نعم ما همني جزائري او مغربي او فلسطيني اسلام في الاول بارك الله فيكم في الله يا شيخ ما فيها شركيات تدعي الحمد لله ما فيها شركيات يعني مزارات في البحرين عندنا في مزارات في مقابر سبحان الله اي في مقابر وفي مزارات في السعوديه ما فيش ما في لا ما شاء الله صحيح لا الحمد لله ما شاء الله حتى شوف كيف الملك عبد الله رحمه الله عندما دفنوه ماذا فعلوا طقوس لا عادي كإنسان عادي صادق. لو ذهبت الى قبور ال سعود ما عندهم طقوس كإنسان عادي صح. سبحان الله فإنسان عندما يرى هذا هل معنى بان حكام الخليج او حكام السعوديه معصومين لكن ايش يقول فيهم خير فايش نفعل نصحح لهم الاخطاء بشويه بشويه بارك الله فيك بارك ما اتي انا اشوف انسان في خير مثل ترى مسلم يساعد المساجد يفعل كل شيء لكن يشرب الخمر ايش تفعل تحطمه لا تصبر معك ولا اخي اترك هذه الزنا اترك الزنا صح. لكن في خير صح. لكن لا عندما تجي الخليج حتى كلمه ال سلول هذه لا يقولها الا خبيث نعم رافدي تطعن في السعوديه نعم اخي يقولوا ال سلول ايش هذا الكذب يا اخي دولة ما شاء الله حكامهم تشوف ما شاء الله توحيد هل معنى بأن حكامهم ربما يزني ربما يفعل لكن ايش تتأذى كيف نفعل نحطم الدولة ولا بشوية بشوية نغير بارك الله فيكم هاي ذكرت ميران وتكرارها لكن كما قال أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي هذه الدنيا والله أنا سبحان